هلا بالجميع، بالرغم اني ما احب العب الا في دوري روشن، ولكن هذه مباراة احترافية، يعني ماخذين لا اله الا الله، واضح انه احترافي. اقول لك احترافية، اقول لك شو لا اله الا الله. كيف البداية بالله يا شباب؟ ثقة ولا مو ثقة؟ امانة روح روح، ما عليك، احنا متعودين على دوري روشن، يا زين دوري روشن. عاد مدريد اصلا اسم الفريق الثاني اتكلم لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني انا وين الدوري الاسباني ذا اللي ماني قايل؟ بكل امانه خلوني اصارحكم، الفريق الثاني ترى ما اعرف انطق اسمه، ما ادري وش هالاسم الغريب عليه، ما ادري وش هالاسم الغريب على كذا. بينجلدون اليوم باذن الله على حساب اسمهم الغريب. لا اله الا الله، لا واضح لا اله الا الله. ما عليك، واضح ان المباراه حماس وحركات وفله، بس مساكين مدريد ما عندهم بنزيمة، ولا جاهم مبابي. والله حالتكم شقيه. يلا، وانا متعاطف اياهم على كذا، ماخذنهم حق افوزهم لا اكثر ولا اقل. سحب. لا اله الا الله، طالت. انشلوتي ويش فيك؟ ايش في يا صديق؟ انشلوتي ايش بلاك؟ تبغون بنزيمة ها؟ ادفعوا، ما نعطيكم اياه. يلا تعال. واو يا شوتة كلمة خيسة. لا اله الا الله. تدرون ان لو ابغى اسجل جول سكت شوي وسجلت، لكن انه اخذ المباراة طقطقة بس. شو الفريق اللي حتى اسمه ما اعرفه؟ لا نمزح اياك، لا تشخصن الامور. روح الا فينيسيوس، ماني شايف انه. وينك يا بابا؟ وينك يا فينيسيوس؟ مختفي، ما تعرف تلعب. انشيلوتي يبدو غاضبا لان ما عندهم كريم بنزيما. لا يخرب بيت الثقه، والله يخرب بيت الثقه، لكن في محلها يا شباب ترى. شوف هذا الجول، والله كنت اطقطق، لكن بس مرة طقطق يعني، لأن ما سجلت. ايش تبغاني ارقعها كيف؟ كيف بالله؟ علاوي حبيب قلبي يا ابو حسين، مرر لينا. مرر يا مروح، مر ما يعني انك تلعب، لا لعبكم مخيس، خلنا نعترف يعني. لا اله الا الله، روح، واضح مين اللي لعبه مخيس. هلا بالعيال. كيف ذي الحركة؟ ليتك ما تعيدها. لوكا تقدم بالكرة للعمق في هذه اللحظة. كافي، اشربوا كافي يا شباب حق تصحصحون بس. ايش توقعني بقول لك يعني؟ والله شعره. تعادل سلبي مستمر. لكن ترى يعني الحين بنسجل ان شاء الله، ما عليك. تبغون نسجل قبل نهاية الشوطة؟ غريبة كلكم تقولون لا تسجل، يلا خلاص ما نسجل. لا بحاول، الصدق بحاول اني اسجل، مو يسجلون في مرماي. لا يا بابا، انا قلت انا اللي بحاول، مالك دخل تحاول يا، انا قلت بحاول، احجز دور وحاول. النايل لا ولا لا يراجعوا. هلا ترى يتسحب فيك بسهولة. روح والله. لا فينيسيوس الله يطيح حظك، الله يطيح حظك كثر ما هو طايح. لو وين يا ابوي، وش هالاندفاع، وش العنف، وش ليه؟ استهدي بالله، تعال استهدي بالله. انا الى الله وانا الى هراي، استهدي بالله اقول لك. ايه لازم يخلون الوقت. انا الى الله وانا الى هراي يعني. طيب عديها على خير، الله افصل عليكم. روح دقيقة واحدة. كفو والله، النقلة بتاريخك، النقلة ما تسجلها. مو حارس عليكم.
تبغى تنزل مين؟ انت قاعد تعلم مين؟ يا بابا وضعك ما استأذنت مني انك بتنزل لاعب. هذا الجول، هذا الجول. عدل عدل عدل. اعتراض ناجح للكره العرضيه. ايه انتهت 1-0 لان انتم لزمتون كيف انتهت 1-0 وانتهى الشوط الاول 0-0؟ لا الفهاوه مليون لان انتم، شوف لان انتم لزمتون علي، قلتوا لي لا تسجل، لا تسجل الشوط الاول، فقلت لعيونكم الشوط الثاني نتفاهم. هاتوا لي الشوط الثاني، هاتوا هاتوا هاتوا. كورتوا كفو عليك، 5 تسديدات عندنا مقابل 2، 55-45 والله العظيم. اقول لك حاط يا رجل حاط. نعود لملعب سانتياغو. تعال يا سانتياغو ولا بنتياغو ولا تعال تعال تعال. وين وين يا ابوي وين بتروح؟ تعال استهدي استهدي بالله، استهدي بالله، صل على النبي. الحياة ما تسوى يا اخوك، الحياة انا لله. واضح ان الحياة ما تسوى. كيف بشيل على نقاله؟ اسمع ما يتعط ما يتعط. ديل الاسد اعوي عاد، كل واحد يفهمها على كيفه. لا لا هلا 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 هلا. تعال تعال تعال. انا لله وانا اليه راجعون. اقول لك بطيرك على نقاله دي ما تغدي رجال. وقف يا اخي، هلكتنا يا اخي. روح يلا 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 يلا، ما في وقت ما في وقت. روح وين؟ 6-1 ما يصير. انا اشوفهم 6 ما ادري هو لا 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 لا. هذه الحركه اللي انا ما احبها، اني احاول وتجي لي بالساهل وتسجل، ايه تقلب المباراه شخصنه ترى. اوه يا النقلة البطلة يا فينيسيوس، ايش بلاك يا فينيسيوس؟ وايش مستواك المروح ده؟ اوه لا 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 لا، روح روح روح. وين كفو وين كفو وين وين يا ابوي؟ انا على تمرير يا جميل انت يا جميل. مرر لنا يلا. ترى قلت لك كلمة حلوة، اقول لك لا يخرب بيتك. كان عبرة كبري من لاعبي ولا تيالي؟ اكيد يتيالي، اكيد يتيالي. يا شباب خلاص، لا حد يجاوب، لا حد يجاوبني. تيالي ما كوابيس العصر، احلام العصر، ما ادري احلام العصر ولا احلام الشماسي. انا شوف حتى المدرب يقول لي طلع فينيسيوس ونزل ايدين هازارد. لا لا ماني نازل. كل ثقة فيك يا فينيسيوس انك بتبدع. الله يخرب راسك. وين 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 وين؟ يعني احنا قلنا ترى الزم حدك، قلنا الزم حد. ايه ايش بلاك؟ قلت طقت والما طقت، هذا الجول باذن الله طقت والما طقت. شوف النقلة وباوع فيها زين. شوف شوف لا اله الا الله. الظاهر اني قد طقت والما طقت، فزاد الحماس زاد الحماس يبش. لا ليه 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 لي. قتلت اللاعب، الله يقتلك. غصب الا تنزل هازارد، يعني ايش بلاك؟ ما ابغى انزله. طيب والله شوفوا، خلوني اصارحكم، ما اعرف اشوف. خلوني اصارحكم والله ما اعرف اشوف بعد. ليه نلعب على بعضينا؟ روح. واو شكلها بتطير دي. اوه واو واو، خطيره خطيره. واضح اني رفع لنفسك. واو يا الخطوره. يلا يلا يا شباب، صدق صدق والله صدق بحاول اركز الحين، ما ابغاها تنتهي تعادل. فيلا خلاص بسكت بسكت بسكت. هجوم منظم من ريال مدريد في الدقيقة لا منظم وتوصل لفين. اوكي بسم الله عليك الرحمن الرحيم. فينيسيوس مصاب يا شباب، والله انكم ضنانين. جيب جيب هازارد، جيب هازارد. يلا يلا مصاب مصاب على عمري. طلعوا الكورة. اوه يا ساتر يا هذا نهاية اللي ما يسمع الكلام، اللي ما يسمع الكلام هذا عقابه. شفتوا كيف طار؟ والله اللي ما يسمع ما في الا كذا. خلاص خلاص، لمتى احنا نجامل؟ لمتى؟ لا لا لمتى؟ بتطير ترى زيه بس.
محترم منك لأنه في منطقة الجزاء إحنا. لا ليه الحكمة؟ ليه العنصرية؟ على حساب إنه خال عطيته كارت؟ هذه حكمة عنصرية. لا لا كني برفع عليه هاشتاج حكمة عنصرية في فيفا 23. يلا فينيسيوس روح يا كابتن. وين وال ما باقي شيء. هذا كل لا عندك كرت اصفر. لا اهجد اهجد اهجد. يلا ركنية يلا ركنية. الظاهر ما يبغون يسجل جول بس في النهاية احنا قدها لو كان ما درج كما فينجا. يلا تعال بدل بس على اخر الوقت. ليه على اخر الوقت؟ ليه يا بيبي ليه؟ مباراة ما فيها اهداف والله مسخرة. اول مرة في حياتي اني اتعادل. تخيلوا اول مرة في حياتي لا تعادلت ولا خسرت في حياتي ابدا. لا حد يرجع للمقاطع القديمة يا شباب. ما عمري تعادلت او خسرت في من لعبت فيفا. لا حد يرجع للمقاطع القديمة يا شباب. خلوها بيننا خلوها مستورة. لا ظاهر ان من هالمباراة بنخسر. ما يحتاج تروحون تفتشون في الماضي. انا اعرف النهايات دي. والله بقى ايه. روح الحكم غشاش. ليش يوم بستلم الكرة انهى المباراة؟ هذه نطالب بالتدخل العاجل من فيفا. ما يصير هذا غلط. ما نبغى نطول عليكم المقطع اعزائي المتابعين. الى هنا وانتهى مقطعنا لهذا اليوم. في حال عجبك المقطع لا تنسى اللايك الشير السبسكرايب الكومنت تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. وفي الختام لا يسعنا الا ان نقول سلام عليكم.